بالنسبه شو تفضل كمان الاخت سليمان؟ اول شيء التعاون على بس ابو ساري لو سمحت احكي لنا بس على المناطق مناطق هيك اللي ان شاء الله قريب جدا ببلشوا يوضوا ترخيص ويعمروا كثير شيء يعني شبيت العام شو عم يسمعوا فينا شبيت العام اخذنا الاخ مازن رحنا على منطقه ابو غزالي انا بعرف طبعا ابو غزالي والاراضي وكان هناك طبعا صبيه وجوزها وبدي عمره والحالة في الويل بلشنا نريس انا والاخ باسل والاستاذ سليمان قسم الهندسه اليوم ابو غزاله موجوده في المحوز جاب كذا كل الشغل هذا كم شهر اذا احنا في الدير حما وصلنا خلال 10 اشهر اشرنا التقنيه ثم نعطي ايتيرين كمان ما افتكرش اللي احنا بلشنا في التقنيه ما بتذكرش كمان خلال 10 اشهر ما نقدرش كمان بسحبين لانه كمان هو هاي بالنسبه لابو غزالي في هناك حوالي 600-700 وحده سكن 1263 وحده سكن في كريات كينو السيف بيرسون خلال شهر بنخلص والاخوان طبعا بيعملوا اخوتنا حلوكه عندنا والمياه العادمي والمجمع الحلوخ كريات حنوخ وابو غزالي عندنا شرقي سخين عندنا كمان تفنيد وعندنا اخرى ثلاث اربع كلهم وين وحده البيئه كل التفنيد تبعت سخين ورا الهفكدا وحلك منهم في الحلوكه وبفتكر خلال كم شهر كمان رئيس البلديه والقسم الهندسي ببشروك انه ببلشوا كمان ياخذوا كمان هيتيرين.